السلام عليكم. وصلنا الى الجزء الثالث من هذا الرساله وهذا السؤال عن السي بي او سكجولينج، وراح يكون ان شاء الله مثل ما ذكرنا عن خوارزميه البريورتي اللي هي خوارزميه الاولويه. في الجدول السابق اللي شفتوه في الفيديوهات السابقه كان عندنا فقط البروسيسز الارايفل تايم والسي بي يو بروسيسنج تايم، لم يكن لدينا هذا الحقل اللي هو الخاص بالبريورتي. الان قمنا باضافته لانه هذا الشيء لازم يكون موجود بالنسبه للامثله اللي يجب ان تحل في خوارزميه البريورتي، لانه بدون وجود البريورتي لن يكون هناك اي قيمه او اي فائده لهذه الخوارزميه. يجب ان يكون لكل عمليه اولويه معينه لكي تحدد تسلسل دخولها الى المعالج. فايضا مثل ما ذكرنا عندنا اسماء العمليات الاولويه لكل واحده منها. احنا نلاحظ انه عندنا الاولويه 1 2 1 2، الواحد معناته الاولويه اعلى، 2 معناته الاولويه اقل. وعندنا هنا اثنين عمليات الاولويه الخاصه بهم متساويه، وهنا ايضا اثنين عمليات الاولويه الخاصه بهم متساويه ولكنها اقل من الاولويه السابقه. الخطوه الاولى في الحل مثل ما ذكرنا رسم الجانت شارت. هنا أيضا مثل ما ذكرنا عندنا أربع عمليات، ولكن أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار زمن الوصول. وأيضا هنا راح تفيدنا أنه هي نون إمبريمتيف مثل ما ذكرنا سابقا، أي أنه العملية التي تدخل للمعالج لن تخرج منه حتى يكتمل تنفيذها، حتى وإن وصلت عملية أعلى أولوية منها. هنا أيضا نلاحظ بأنه أيضا في اللحظة صفر أو في اللحظة واحد أول عملية وصلت عندنا هي بي 3، فهذه لازم تكون هي أول عملية تدخل لأنها هي الوحيدة الموجودة بغض النظر عن أولويتها، سواء كانت أولويتها عالية أو واطية. دخلت عندنا البي 3 عند اللحظة 1، ومثل ما شفنا في الأمثلة السابقة راح تنتهي عند اللحظة 4 لأنه هي زمن تنفيذ 3. فهنا 1 زائد 3 يساوي 4. اكتملت العملية بي 3. بعد ذلك هنا نلاحظ أنه عند اللحظة 4 كل العمليات راح تشوفها واصلة. لأنه واحدة وصلت عند اللحظة 2 والثانية وصلت عند اللحظة 3 والثالثة وصلت عند اللحظة 4. فبالتالي الآن كل العمليات عندنا موجودة. الآن نستطيع أنه نتعامل مع العمليات الموجودة بالطب الخوارزمية اللي هي برايورتي بشكل طبيعي. راح تكون عندنا ثلاث عمليات وعندنا الاولويه الخاصه بها. فهنا لاحظ انه اكو عندنا اولويه 1 2 1. هنا لانه عندنا اثنين عمليات الاولويه مالتهم متساويه، هنا راح نرجع الى الشيء الاصلي اللي هو الفيرست كم فيرست سيرت. اذا كان لدينا عمليتان لهما نفس الاولويه فيجب ان تكون القادم اولا تخدم اولا. فهنا لاحظ انه عندنا العمليه بي نوت والعمليه بي 2 كلاهما الاولويه الخاصه بهم هي 1. كلاهما على أولوية، ولكن من منهما وصلت قبل الأخرى؟ هنا نلاحظ أنه زمن الوصول للعملية بي نوت أقل من زمن وصول العملية بي 2، وبالتالي هذه العملية هي اللي وصلت أولاً، وبالتالي لازم تكون العملية بي نوت هي التي تدخل أولاً إلى المعالج. بعد ذلك مباشرة شيء طبيعي لأنه البي 2 هي لها نفس الأولوية، وأخيراً راح تكون عندنا بي 1. هنا أيضاً نجي ننظر بي نوت زمن تنفيذها 5 زائد الأربعة 9. البي 2 زمن تنفيذها 7 زائد 9 16. واخيرا عندنا البي 1 اللي زمن تنفيذها 6 زائد 16 22. وهنا ايضا مثل ما ذكرنا سابقا هذا الرقم يجب ان يكون مساويا لهذا الرقم ناقص زمن وصول اول عمليه. كملنا الجانت شارت. حاليا بعد بكل بساطه نستطيع حساب الافرج ويتنج تايم والافرج تيرن اراوند تايم مثل ما يعني سويناها يعني بالفيديوهات السابقه. بالنسبه للبي 3 ايضا وصلت عند اللحظه 1 ودخلت المعالج عند اللحظه 1، فزمن انتظارها هو 1 ناقص 1. بالنسبه للبي نوت هي بدات التنفيذ عند الاربعه ولكنها وصلت هنا عند اللحظه 3، هي ايضا 4 ناقص 3. بالنسبه للبي 2 بدات تنفيذها عند اللحظه 9 ولكنها وصلت عند اللحظه 4. ايضا البي 2 بدات التنفيذ عند اللحظه 9 ولكنها هي اصلا كانت واصله عند اللحظه 4. واخيرا عندنا البي 1 اللي هي بدات التنفيذ عند اللحظه 16 ولكنها اصلا هي كانت واصله عند اللحظه 2، وبالتالي نقوم بطرح هذا الشيء من عندها. واخيرا نقوم بقسمة هذه القيمه كلها على 4 يطلع عندنا، ونقوم بحساب هذا الشيء يعني بحساب الافرج ويتنج تايم. بس بالنسبة للأفرج تيرن أراوند تايم اللي هو مثل ما ذكرنا سابقا، العملية الأولى البي 3 انتظرت صفر، وأصلا هي مدة تنفيذها 3 راح تكون عندنا 0 زائد 3 زائد العملية بي نوت انتظرت 1 وأصلا هي مدة تنفيذها 5 زائد العملية بي 2
هنا انتظرت هي 5 زائدا مدة تنفيذه اللي هي 7 وأخيرا مثلا عملية P1 اللي هي انتظرت هنا 14 زائدا مدة تنفيذه اللي هي أصلا 6 أيضا نقوم بقسمة على 4 ونقوم بحساب الناتج. فلاحظ هنا بأنه يعني كيفية حساب الأفرج ويتنج تايم الأفرج تيرن أراوند تايم هي بديهية يعني مباشرة بعد أنه نقوم بحساب الجانت شارت، ولذلك يعني أهم خطوة ويعني أصعب خطوة في هذا النوع من المسائل هو كيفية فهم ترتيب العمليات في داخل الجانت شارت، لأنه هذا هو يمثل الطابور الذي سيقوم بدخول إلى المعالج. يعني العملية P3 هي التي تدخل أولا، ثم العملية P0 P2 P1 استنادا إلى الخوارزميات اللي تحدثنا عنها، وكل واحدة منها لها أولوية في تحديد العمليات التي تدخل قبل العمليات الأخرى. أتمنى أن يكون هذا الشرح مفيد للجميع، وانتظرونا إن شاء الله في الجزء الأخير والقادم والأخير من هذا المثال، واللي راح يكون عن الراوند روبن. شكرا جزيلا، مع السلامة.